بجد تعب حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي قنوات اون تايم سبورتس وطوكيو 2020، وهنبدا جولتنا في الفتره الاخباريه او الجوله الاخباريه عند عيادتنا المصريه اللي موجوده او بتستعد للسفر في هذه او المشاركه في هذه الاولمبياد طوكيو 2020. هنبدا الاخبار من المنتخب الاولمبي لكره القدم. الحقيقه اخبار بعثتنا المصريه كان في بعض الاخبار بوصول منتخبات زي كره اليد والملاكمه والبعثه الطبيه لطوكيو منذ قليل، وده استعدادا للمشاركه في الدوره الاولمبيه. الحقيقه المنتخبات وصلت طوكيو وخضعت لفحوصات طبيه في المطار، ده كان طبيعي جدا زي ما اتكلمنا في الحلقات الماضيه، وزي ما حضراتكم شايفين في الصور معانا ان اللاعبين وصلوا للمطار. بعد كده بيكون طبيعي جدا الاجراءات اللي موجوده في المطار والفحوصات الطبيه، وبيتعمل لهم ايضا مساحات كورونا، وده للتاكد من عدم اصابه اي شخص بالفيروس وخوفا من انتشار الفيروس او تنقله ما بين الافواج المشاركه او البعثات المشاركه. منتخب كره اليد هيبدا اول مبارياته بلقاء منتخب البرتغال في الجوله الاولى، وده هيكون يوم 24 يوليو. الحقيقه وصلت منتخبات كتيرة جدا، ووصلت أيضا بعثة منتخب كرة اليد بالكامل وبعثة منتخب الملاكمة والمكونة من عبد الرحمن عرابي ويسري رزق الله لاعب المنتخب، واللاعبين دول تأهلوا طبعا لدورة الألعاب الأولمبية بصحبة المدير الفني الكوبي أوليسيوس والمدرب العام سعيد حسين. تضم البعثة أيضا الطبية رئيس البعثة الطبية في أولمبياد طوكيو الدكتور حسن كمال، وأعضاء اللجنة الطبية الدكتور أحمد مصعد والدكتور ياسر حسني عبد الرحمن والدكتورة أماني عبد الفتاح، واللي سبقت البعثة منذ عدة أيام فضلت أنها تتواجد في استقبال البعثة عشان تسهل لهم كل الأمور الطبية. أيضا الدكتور أحمد أبو الفضل والدكتور محمد الجمال أخصائي التأهيل، وحضور الدكتور سامح سالم رئيس اللجنة الطبية باللجنة البارالمبية. دي كانت بعض الأخبار عن بعثتنا المصرية اللي موجودة أو بدأت أنها توصل للاعبين.